إذن من المتوقع أن يصوت اليوم مجلس الأمن الدولي على مشروع قرار حول بعثة المينورسو في الصحراء المغربية. وللإشارة فإن تمديد تفويض مهمة بعثة المينورسو من المقرر أن ينتهي غدا. وفي نفس السياق كنا قد اتصلنا بالمحلل السياسي سمير بن نيس من نيويورك بخصوص هذا الموضوع وأفادنا بالتوضيحات التالية. مساء الأمس فكانت هناك أخبار رائجة تقول أنه ربما يكون هناك امتناع التصويت من طرف فنزويلا وأنغولا وربما حتى الأوروغواي ونيوزيلندا لو تم الاحتفاظ بالمدة الزمنية التي منحها مشروع القرار لتقديم باتيمون لتقرير حول ما التزم المغرب بسماح المينورسو للعودة إلى الصحراء المغربية. وهناك خبر آخر فقط توصلت به هو أنه ربما من أجل التوصل لحل الوسط والحلول دون أن يكون هناك امتناع التصويت واعتماد القرار بالإجماع كما هي العادة فسيتم تحويل المدة الزمنية إلى 90 يوم عوض 120 يوم. وبغض النظر على كل هذه المعطيات فباستثناء الفقرات يعني في القرار فهو بصراحة يستريح المغرب فباستثناء الفقرات الأربعة التي تم إضافتها بخصوص أهمية رجوع المينورسو. فأهم نقطة في القرار هي أن تصفي تقريبا بنفس لغة السنة الماضية والسنوات التي خلت. فبالإضافة إلى كون القرار يحمل تدابير قصرية ضد المغرب بخصوص المينورسو بل يسرق الباب مفتوح للمفاوضات بين المغرب والأمم المتحدة. فهنا نبغي نشير إلى نقطة أساسية غابت عن النقاش خلال الأسابيع الماضية وهي أنه على الرغم من كل المحاولات التي قام بها خصوصا المغرب إلا أن المغرب سيخرج من هذه المعركة الدبلوماسية السنوية بأقل الأضرار ومن دون الوقوع في أي انتكاسة دبلوماسية. بل أنا في نظري أظن شخصيا أن المغرب سيخرج بانتصار رحالي وأنه نور بذكاء كبير خلال الأسابيع الماضية. لماذا؟ فإذا نظرنا إلى النية المبية لخصوص المغرب في منذ شهر مارس فأمور كانت قد تكون أسوأ لو لم يقوم المغرب بالتصعيد مع الأمم المتحدة ورفع سقف مطالبه والتعامل بحزم مع التصريحات التي أدلى بها بان كي مون خلال زيارته الأخيرة للمنطقة. فالمغرب كان يدرك أنه سيكون من الصعب جدا أن يقبل مجلس الأمن سابقة تتمثل في قيامه بطرد البعثة الأممية وكان على علم أنه سيكون مطالب بإرجاعها ومع ذلك أبدأ الحزم غير مسبوق في تعامله مع الأمم المتحدة. فعندما أدلى بان كي مون بتلك التصريحات في الجزائر فكانت نيته خبيثة وكانت تتمثل في دعوة في نيته بتقديم دعوة لمجلس الأمن لإعادة النظر في معايير المفاوضات التي حددها قرار 1757 بمعنى أو بمعنى آخر أنه سيدعو سيحاول إرجاع الأمور لنقطة الصفر وضرب الجهود التي قام بها المغرب منذ قريب من 10 سنوات. وهنا هناك نقطة أخرى أريد الإشارة إليها وأنه في تقريره المقدم إلى مجلس الأمن عام 2014 كان قد دعا بان كي مون المجلس إلى إجراء مراجعة شمولية للعملية السياسية التي بدأت في عام 2007 إذا لم يتم إحراز أي تقدم بحلول أبريل 2015. نعم. وبالتالي فقد كانت تصريحات بان كي مون في الجزائر بمثابة مؤشر واضح على نيتي في محاولة إدخال تغيير جذري على العملية السياسية وضعف موقف المغرب. ولكن المغرب فاطن لذلك واتخذ وقام بإدانة تحيز بان كي مون للبوليزاريو وقرر بطرد العنصر المدني المينورسو ومما فاجأ الأمين العام ووضع النقاش على أساس مختلف بعيد عن أي محاولة من قبله للدعوة لإنشاء آلية لرصد حقوق الإنسان أو في الصحراء أو أي شيء من هذا القبيل.